أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، معكم السعدي احمد امين، مقدم ديال السربه ديال جهه زناتا المحمديه عن جمعيه الحوض والمسيح التبوريده زناتا. كيف كتعرفوا بلي حنايا كنعشقوا وكنحبوا الهوايه ديال التبوريده اللي هي فن تراث ورياضه، و غادا كتحسن بمجهودات ديال الناس اللي كيسهروا وكيقوموا بمهرجان ديال الموسم بالوما. كيف ما كتشوفوا الركابه ديالنا، حنا كجمعيه عندنا واحد العدد ديال الخيل والبسه وسلاحات موحده. مهم كنحاولوا نطوروا من راسنا. جمعيه يلا عندها عام، يلا بدينا كفريق، ونتمنوا من الله نزيدوا القدام وتكون واحد السربه اللي تشرف وتزيد بالمنطقه ديالنا اللي هي زناتا، جماعه عين حروده المحمديه. لا مازال ما عندنا لا منحه لا دعم لا والو،
ولكن غنخدموا على هذا الشيء ان شاء الله. ضروري ما غادي نخدموا عليه. كيف كتشوف دابا البدايه راه كتكون ضروري شويه كتكون قاصحه، ولكن مع الوقت ان شاء الله غادي غيتقاد كل شيء. حنا المهم عندنا في هذا الشيء كامل، واخا بلا منحه ولا ما كايناش المنحه، المهم هو باش نزيدوا بالمنطقه ديالنا القدام. هذا هو المبتغل الاول ديال الجمعيه ديال الحوض والمسيل تموريده زناج. كنظن انت من حليت عين لقيتي هذا الشيء عندكم في العائله، شي موروث عائلي. وهذا الشيء ماشي موروث عائلي، هذا الشيء نقدر نقول لك في الجينات ديالنا. انا حليت عيني لقيت الوليد كيركب، عمامي تا هما كيركبوا، الخيل عندنا في الدار. واخا كانت واحد لوقيته كانت تحبسات تبوريده تقريبا في جميع ربوع المملكه، ولكن فاش رجعت في سنه 97 تقريبا، انا هذيك الساعه عندي 8 9 سنوات، يعني عاوتاني بداو الناس كيكسبوا الخيل، دخلنا جا ولا العود عاوتاني في الدار، المهم تربينا معاه. ولكن حنا واخدينا ماشي غير واخدينا غير كل شي حاجه، الحمد لله مشيخين على ايد مشايخ الله يرحمهم مساكن بحال الشيخ تامي ود زينة، الحاج مصطفى المؤمن باقي في الحياه الله يخليه لوليداته، كاينين بحال المقدم عزيز حوري، الحاج شاكر الله يرحمه، المهم كانوا مقدمين اللي كيشرفوا المنطقه ديال زناتها، بحال المجدوب زروالي تا هو من القدماء المحاربين، عزيز حوري، هادو هما الناس اللي غنهضر على قبيله ديال زناتها المحمديه شلالات المجدبه. المهم هادو هما الناس اللي عاصرت انا في واحد الزمن جميل. نقدر نقول لك هذيك الحقبه اللي راكب انا مع هذوك الناس واخا كنت باقي صغير، بالنسبه لي دابا حاليا كنتفكر باللي الايامات ديال هذيك الوقيته كتجينا احسن من هذ الايامات اللي ولات دابا. كانوا الناس بحياهم بوشوهم، ما كاينش تسرقات، وصلوا تشاقات، وهذوك المجامع الخاوين دابا ولاو شي حوايج اللي ماشي هي. تبارك الله هادشي اللي كنشوفو زوين، ولكن كاينين شي حوايج اللي خاص الانسان ياخذهم كقيمه ورمز ديال هذاك الحصان اللي راكب عليه وديال الناس اللي جالس معاهم. بصفه عامه كاينين شي حوايج اللي ما بقاوش كيعجبو، ولكن كل جيل عاوتاني كل جيل كيدخل بحله جديده. بالنسبه لهذ القضيه ديال الدراري الصغار كيركبوا، لينا الشرف يركبوا دراري صغار يتعلموا باش من هنا لقدام ان شاء الله يكونوا رجال اشداء غيشدوا المشعل بطبيعه الحال. بالنسبه لهذ النسخه ديال هذا العام بالوما صراحه تنظيم رائع، تنظيم رائع جدا. بالنسبه للنظام ديال الدخول ديال المحراك، بالنسبه ديال الناس اللي كانوا سهرانين على المهرجان من الاول ديالو حتى الاخر، بالنسبه للسلطات هما اللي كانوا قايمين بواحد الدور الكبير وكبير، الله يعاونهم. ومهم جميع الجهات ضروري، حتى من الناس ديال الجماعه ديال المهم كل شيء خدام، كل شيء معاون باش يدوز المهرجان ديال بالوما في هذه النسخه هذه، يدوز في واحد جو رائع، والحمد لله داز في احسن الظروف. Thank you.
مرحبا عم حسين. شنو هو؟